Comprei um lança pra vassoura com ela. Em cima da minha vassoura, do meu taco nela. Nós dois loucando. السلام عليكم اخوتي، مرحبا بكم في البارت الرابع في تختيم لعبه ديال سبايدر مان ريماسترد. شكرا لكم بزاف اخوتي، والله الا كنشكركم بزاف على السيبورت ديالكم. اي واحد لايك، اي واحد دار تعليق زوين، والله الا ملي كنلوح الفيديو كل ساعه كندخل كنشوف تعليقات جداد كنقراهم وكندير لكم قليب وكل اللي كنجاوبوا. شكرا لكم بزاف اخوتي، شكرا لكم بزاف على هذا السيبورت هذا. ونكملوا ان شاء الله الحلقه ديالنا ديال سبايدر مان ونشوفوا فين خلينا. تقارير الشياطين. كنت عارف انك هتظهري. كانوا مشغولين جدا النهارده، اقتحموا ممتلكات لفيسك. هما بيطردوا فيسك؟ ايه ده، بتفكري في اللي بفكر فيه؟ بدايه حرب عصابات. تعالي نسبق الاحداث، في ممتلكات لفيسك محدش اقتحمها الليله. هنشوف. في دوريه عملت تقرير عن انشطه في واحده من ترساناته البحريه من ناحيه الميناء. شكرا يا يوري، هشوف الموضوع. اوكي، بدا على بركه الله. كما كتشوفوا معايا واحد الفيو زوين، وزيد عليها انه الشتا كتصب. كما كتشوفوا الشتا كتصب اخوتي، تسمعوا الصوت ديالها. يا يوري، تعرفي فيسك بيستخدم الترسانه دي في ايه؟ مش عارفه، انا هبعت ضابط يقابلك هناك، اسمه جيفرسون ديفيز، دي دايرته. هو ضابط كويس، اشتغل في قضيه فيسك من سنين. لو في حد يعرف ايه اللي بيحصل في الترسانه البحريه يبقى هو. اوكي اخوتي، المهم في التعليقات اللي فاتوا ما شفت بزاف ديال الدراري كيانسيستيو علي انني نغير اللبسه. كاين اللي عجبته اللبسه البيضاء، وصراحه جبون صراحه لي بزاف ديال الفيسات. انا غير كنكرم هي نورمالمون كيما قال واحد الدري في التعليق نسيت على السميه ديالو، كان قال لي من احسن، ما كاين ما احسن زعما من اللبسه الرسميه ديال سبايدر مان. عنده الصح، ولكن انا مره المهم كنبغي نجرب وصافي. راكم عارفين شو هاد اللبسه عاوتاني كي دايره. راه حلوا لي شي لبسات اخوتي، راه زوينين والله. شو هادي عاوتاني كي دايره، شوفوا لتحت عاوتاني شنو عندنا تحت. عاوتاني هادي شكي دايره، عاوتاني ناضيه، عاوتاني كل المهم كل مره ندير لكم حاجه جديده. شنو هادي كي دايره عاوتاني؟ حتى داكشي ناضي. هادي كذا داك المره، وكاين هاد اللون بيض كامل، كاين هاد الزرق هذا، هاد الطفاك. شبان لكم جربوا، احنا ما حد ما عرفت والله ما عرفت. شبان لكم والله ما عرفت، دفت انا لبسه نقدر ندير. خلينا في هذه، سير خلينا في هذه. اوكي فينا هي الميسيون. اوكي هي هذه. اوكي اسي الله. ويلي 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 ويلي. وات ذا فاك خوتي، والله كنعشق هذا الجيم. يمكن اكون تسرعت لما نصحتك بانك ما كانش اللايف فيها في يوتيوب، ولكن الكاليتي اخوتي ما غاديش تتمتع بالكاليتي مزيان. داكشي كنبغي الريكوردي باش تكون الكاليتي مزيان. ده خبر حلو، اتمنى تنجح خطته. وات ذا فاك. المشتبه فيهم مقنعين، الكل يتحرك لهيلز التاكس. تحاول. عربيه مدرعه. خيخ وات ذا فاك. وصلت معايا انت، كان كيدقوا عليا حتى وقت الريكورد هذا كيدقوا عليا. تمام يا ريس، ثلاث اضعاف الامن، الشياطين مش هتوصل لحاجه. اوكي اسمعوا، الشياطين بيتحركوا حوالين مخابئنا، فقدنا اثنين الليلات. يمكن يكون الزعيم مسجون، بس ده مش معناه ان حاجته تتسرق. النسر اثنين صحي. تقرير من النسر اثنين. ويلي 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 ويلي، ايه المخابئ اللي الشياطين وراها؟ خوتي هستدرج رجالة فيسك برا واعرف بيحرسوا ايه. خوتي باينة دي هتكون مهمة صعبة. فيسك او الشياطين ديري قد نوصف كل مكان، لازم اخلص منهم الاول. خوتي والله هتكون هاد الحلقة باينة، تكون انتي من البداية ديالها تكون مشنشطة خوتي. راه ما يمكنش شحال ديال القناصة، شحال ديال الروينة، دابا قتلوا واحد بواحد اخوتي. شوفوا
في حارس بيراقب القناص، لازم كي واحد هنايا كي واحد هنايا ايا كي واحد حدايا خوتي ويلي قتلت وانا كان عيقو بيا الصار اوكي بلاتي خصني دابا ندير ليه شي قالب ويلي 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 عيقو بيا ويلي 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 قضية حافظة عاقو فيا عيش منصبة ولا خي ديال لا نزل عنده ولا عباد الله ما كنتش انا هكا لا لا ولا حرام هاك الامو خات عيقو بيا ويلي يا لا انا نواقها كبلاتي دابا صافي كملتو What the fuck? فاهم موت لأمك مستحيل يا صاحبي زين 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 اجي ولدي اجي ولدي اخويا هرتينا داك السنايبر ديالك انتوما عاد كتجيو حتى نكمل انا هادشي انتوما كتجيو تبارك الله عليكم اوكي بوليس عاد جاو شكون اللي جاي يجيب بوليسي واحد تبارك الله تبارك الله انت هو المدير عارف ان احنا مش هنقدر نعدي الحرس او نعمل ابحاث مش قانونيه اها ايوه انا عارف جبت مذكرة عشان كده عايز تقول ان احنا بنعمل بحث قانوني قوي عجبني الموضوع ده اسمك ايه الضابط ديفيس وناديني جيف وانت بهزر معاك باش اقول شكون طيب هي المذكرة دي بتشمل كسر الابواب مش من غير اعمال ورقية تانية كتيرة لبصناد يا خوش هلاقي طريقة تانية اوكي دقيقه اخوتي ندير واحد ستار وندير سيتينغ بزاف ديال الدراري شفت التعليقات ديالهم حيت كنقرا الشاط اخوتي تيقول لك زيد شويه الصوت ديال الجيم ونقص من الصوت ديالك غنحاول نزيد شويه الصوت ديال الجيم نخلوه هكا اي مكان خربان زي ده اكيد في فتحه في حيطه او شباك مكسور اوكي خي سبايدر مان استكشف المكان كنت هروح سكاني. بس انا مش سبايدر مان شدي ما عندهاش شي معنى هادي اوكي ما عندهاش شي معنى خصنا دابا نسكانيو ونشوفو كاين شي طريقه بس لا ما كاينش شي طريقه هنايا هادي لا هادي كتفايتي بيها اوكي سير سلقاو شي فتحه ولا شي لعبه الصوت هنا ما كاين والو ما كاين والو اوكي كاين شي بلاصه غير هنايا يمكن في هاد الدار هادي جبونس قفلوا المنطقه اللي قدام بس انا واثق انهم ما اهتموش بباقي المكان
ضروري تكون شي لعيبه اخوتي. سبايدر مان راكم عارفين. واش كلهم مسدودين هنايا؟ اوكي اوكي نشوف شنو كاين. كما كاين شي تقيبه شي لعيبه اخوتي راه تشرك شي شاف خصك تعرف هادي مسدوده. واش شي مسدود هنا؟ اوكي خصني دابا ندخلو. هذا هو السؤال. اكيد في مكان يتسحب منه حد بيتسلق الحيطان. اوكي شوف يعطينا الطريق. ويلا صاحبي عندنا الحصه السادسه. اجش اوكي ندخلو منها. نايس. واو اخوتي عيت ما قلبت تما تلقيت الطريق. حاسس كاني في فيلم رعب. انا اللي حاسس بلي كاين فيلم. في صياد حقود ايده مكانها خطاف مثلا. طيب كيطروا لي بزاف المقفول بقى. كيطروا لي بزاف هاد سبايدر مان. جاف انت موجود؟ بحاول على قد ما اقدر ان ابعد عن النكت السخيفه. ما اقدر. ده لقيت صندوق توصيل الطاقه للباب. ايوه هو هنا. ايوه أوكي. فهمت. لو زودنا الحمل عليه هيخلي الباب يفتح. هايل. بس مش معانا حاجه لتوصيل طيار كفايه. جرب ده. سلاح صاعق. هايل. المكثفات اللي في الشيء ده هتأدي الغرض بالظبط اللي بفكر فيه. اوكي ناخذ السلاح هذا. ابجريد يا معلم. اوكي 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 بلان العربية تكسب. راجل الادوات ها. أوه. بتفكرني بابني. هات الشطرة لي يا اخوتي. جيت ناخذ فوتو فوتو ناخذها ودس الت اف 4 بصمه برك على الت اف 1 بركت على الت اف 4. الت اف 4 خصنا شكون ندير حيد. والله تنحيد ما هاي اف 4 حيد تما من الكلاب. عمري ما كنبرك على الت اف 4 عارفين مزيان. خلي ام فرما هكا. الشبكه الكهربيه تكسب. اوكي احنا رجعنا. بتفكرني بابني بدأ يفك التلفزيون وهو عنده 5 سنين ودلوقتي بقى بيفتح تليفونات أصحابه. شكله كده ممكن يعلمني شوية حاجات. تمام. كل حاجة قانونية قدام الناس. محبط جدا للأمال صح؟ من أول نظرة. خلينا نقرب. أنت بتدور على حاجة معينة؟ الحوش ده هنا من زمن طويل كان بيستغلوا المهربين في الوقت ده. أوكي فهمت. شكلهم بيحبوا الأوض الخفية. شوف ده شكله فاضي. مع شرقة هنا عندي لوحة خفية زي اللي على الباب. أوه. المواسير بتودي الناحية اللي ورا. دور على صندوق توصيل تاني. هشوف لو عدسات قناعي تقدر تلقط الأنابيب. طب تعرف ايه عن اللي لابسين وشوش؟ الجرايد بتقول عليهم الشياطين دلوقتي. هي دي وحدة. معرفش قوي. كتير بيحاولوا يبوظوا شغل فيسك ويكونوا عصابة ليهم. ليه لازم يكون الأشرار دايما أشرار؟ لا كنت بسأل أخويا نفس السؤال من سنين ومفيش إجابة. أنا خايف. لا أوكي قضية حامضة نوعا ما. أوكي لو كنت صندوق توصيل اوكي تابع المواسير اكيد هتوديك للسكه. يمكن هذه شي هذه. هذه الكهرباء هي هذه خدمات. ما كنتش هعرف. ناضي احنا ناضي. تقريبا ما كنتش هلاقيه من غيرك. كفر كفر محلول. احنا ما لقيناش اي حاجه. ممكن يكون في اكتر في الاوضه السريه الوحيده. ما لاحظتش اي حاجه في الارضيه. اها هذيك ديال الحله ديال الباب بس مش الخدوش اللي سايبينها. خلي عينك عليهم.
اوكي عطينا شي منطقة اخرى نقدر نمشي لها. سبورتس اوكي. بعد ما عرفت اني بدور على خدوش محتاج ابص بدقة تاني. خصنا نقاش شي خدوش اخوتي حتى شي كونتينر. كونتينر هذا ما فيه حتى شي. اوكي هام وجدتهم يا ممكن الاقي خدوش. هما لقيتها خدوش من غير باب مفيش حاجه تتشاف فعلا. هايل جاي حالا. يلا اجي اخويا اجي بدي اطلع. انت عندك سبايدر مان عندك خيطه انت. الاسانسير عطلان. اثبت حسحبك لفوق. هيا انا خص لي يسحبني لفوق اس محمد. طلع ولا طلع. الدور الثاني اجزاء قلم صديه وفران كبيره. خد بالك الكوبري مكسور. انا هتولى ده. اجي ولا ايش نقز. يلا وات والله عطلانين في نص الطريق. احنا مش كدابين ابدا. كده عدل. اذا خسر عطيه اللبسه دي سبايدر مان البيضه. ثاني هحط القفل. قول لي لو لقيت صندوق التوصيل. اوكي ايوه هشوفها. وات ذا فك. لقيت واحد ماضي. ايوه انت عملتها. شو ده ايش تحل ايش تحل انت حلش. يلا حل حل. استنى شوف ده. مفيش. بدأت احس ان دي طريقة لعب فيسك معايا. بص على الحيطان حطوا الاسلحة هنا. اكيد ما نقلوهاش من الباب اللي قدام. لازم في ممر ما لقيناهوش. اسلحه حيدوه كده. يمكن تعدينا المكان تاني. رجاله فيسك اتكلموا عن قابو. يمكن قربنا. ده اكيد شكلها دايره بوشين. دور يمكن تلاقي صندوق توصيل تاني. اوكي الدراري كيتفرجوا لايك يا اخوتي. يلا كلشي لايك يا اخوتي. اللي نسى راسو ما لايكاش يلايك. شكرا لكم بزاف. نشوف ايوا اش درت. اماكن كثيره يستخبى فيها صندوق توصيل. اوه هذا ديال اش هذا. لقيته. ماشي هو هذا. شو هذا طلعت لي لفوق. لا كاين شي ندخل عند خونا. اوكي لقينا اللعيبه. ايه شنو نديرو. علاش ممكنش ليا حبس نشوف. اوكي اوكي باش ندير هكا. وات كاين زلب زلب. معلم انا معلم. وات كنت صح يا جيف. ده باب فخ وانا فوق السطح تحت الارض. شكلك تقدر تساعدني. البتاع ده تقيل بالله. واحد نعاونه. اثنين ثلاثة ثلاثة. يلا سير. وانا فوق قداش عرفتي باش تحل هادشي هذا خصك تكون منين. مش مخيف خالص. غالبا ده نفق قديم للتهريب. هذا بوليسي زعم معايا وما عرفش اش جاب بوحدو. اش ما يجوش معاه اصحابه. سور خرسانة كبير في سكتنا. مش عارف اعدي. وريني شكلها ايه من فوق. شو ادخلوا الحظ. كيف ندير ندخل انا. ايوا ندخل بنا. قداش ندخل. في مجال للحركة هنا. اثبت. انا اتحشرت. ممكن تعمل حاجة. كان ايه ده. يمكن المترو. يلا نجري المكان ده مش ثابت. طيب انا متأكد ان ده ما كانش المترو. لا زع
زي صوت المتفجرات. ده أكيد شغل الشياطين. البدروم بسرعة. يلا بينا هنبدأ. وات كي خرجت مرايات وطفك مرايا كله تفرش خناري أصلا ما عادش كندير رجعه مازال. أعرف الشياطين مشوا فعلا. إزاي بيوصلوا قبلنا؟ أكيد في باب ورا. حاول تلاقيه. باقي الأسلحة هنايا. المكان ده. لكن خوص سلاح الكبار. أو كان. هناك. فجروا الإقفال للدخول. حل الباب. أوه كي خرجوا الشياطين. الشياطين هذو يحمقونا أخوي. بازوقة. خليك هنا. طبعا لا. لازم مع بعض. ناويين على خزيت هذا ناويين على خزيت باغي يفرقعوا شي حاجة. شوية من ده. فلاش. بيتحرك. يلا بينا. امسكهم. ويلي 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 وقفوا العربيات انتوا مقبوض عليك ويلي قطعه سجل هامن ولا هضرك يهضروا بك يخلعوني يا صاحبي استخبي ده اللي انا بتكلم عنه بحاول اعمل شغلي ضرب نار حاسب عمر دلوقتي بتستعرض مواهبك بيقول الراجل بيتفادى الرصاص عمر انا هضغط خد بالك انا منبهر شويه ناضي مراقبه خليك بعيد اصعقه اوكي والله اخوانا احنا اخوانا جايين شكرا كنت محتاج ده حدد الهدف ايه الاخبار شكلك وراك What the fuck توقيتك مثالي جدا جو الشيل ديالك شايفين عندي اصحاب زيكم هاك زيد شكون باقي ضرب نار حاسب زيد اقتلناهم كاملين زيد اثبت صوبة وات ذا فاك زقلو ها مين طمو مين طمو يلا احصلك مين طمو انت بعد الكليب اجي له امك اش عربيتين برجاله مسلحين في نفس اليوم والله يتشاد الحلقه هذه اكشن في الاكشن اخوت اجي له امك اش كي خويت لي اخوتي ترى ما يمكنش سبايدر مان لسه في شويه شياطين في الساحه انا لسه ثابت وانت مش احسن كتير الناس دول منتشرين هيقتلوا حد لو ما وقفتهمش انا بحاول الحق ناري هذا ادور ارهابيين اخوت خليك في امان يا جاف ما تعملش حاجه مجنونه تبع 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 عموم خصنا نقرب لهم بزاف خصنا نقرب لهم بزاف لا صاحبي لو استمر ده الناس هتتأذي من الرصاص انا لازم اقرب هجرمكم يا شباب في مكان لشخص هجرمكم ما شفتكش من زمان هجرمكم وش حمقمكم حمق امه وصلنا لمحطتها اجي ولدش زيد اجي لامك اش عيقت وعيقت وعيقت بزاف بقيتي لي انت الشيفور اجي لامك الشيفور اجي وردك السلعه ويلي 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 وات ذا فاك لك سيده
اوكي شد 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 اوكي الفكره ما هي خصني نخليش هذا يهبط لهنا راس القطار ممكن الترين جاي الترين جاي كيكلاكسوني سربي سربي الترين جاي سربي ويلي 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 سربي وطفا ناري يبغي يقتلني ود الحرام الشياطين وات ويلي بوليس يا صاحبي غامر بحياته على ودي وات عندك تدوز على الرويضة عندك ويلي 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 نقدناه صاحبي بوليسي نقدناه الله يا بوليسي الشجاع هذا لا لا بوليسي الشجاع بالرجولة ويلي 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 صوروا اخوتي صوروا طلعوا الطندونس الان الضابط ويدعى جيفرسون ديفيس ويقال انه مصاب بجروح طفيفة وسيتعافى تماما قريبا صحفية دي خطر تقلب على شي حاجة ماشي هنا اكتر منك بعد احداث بيت المزاد بيوجل وكلتني بالاخبار وده معناه اركز طول الوقت على قصص حقيقيه زي دي والشياطين كل ما تقربي منهم اكتر كل ما تبقي هدف اكبر فاهمه كل ما قرب فرصتنا عشان نوقفهم بتزيد احنا الضابط ديفيس ماري جين واتسون ديلي بيوجل لا تعليق انا مش بلومك لكن دول هيقولوا قصتهم بيك او من غيرك وهم عايشين على الجدال ها رأيك ايه؟ مش معايا انا بس بسمع ماشي يلا بينا مش هاسمع هي كويسة اوكي اوكي الحمد لله دوز داد المهمة بسلام اخوتي بزاف ديال الدراري كيطلبوا مني نطول الفيديو اخوتي انام شوية بغي نمشي نعس هذا اوكي اوكي ما خلوش نتحرك اوكي جبوس غمشي للدار تو فاست ترافل هير اوكي بركوا على كمشو مشو نيشان للدار بالزربة بلا ما حقاش عندنا تقريبا شي 2000 متر باش نمشي وقع غادي نقدر مشيلي كنتسلقوا العمارات وداك الشيء شحال ديال الطريق كنطول الطريق اللهم نديرو فاست ترافل بالزربة هكا نايس نمشيو ان شاء الله للدار اوكي فينا اوكي وصلت للدار نايس اي حي شعبي جا انا فين ساكن تبارك الله داك الشيء زوين نشوف هاد الحي هذيك شاد غير وصلت للدار اخوتي داك الشيء اوكي تي بزاف ديال الدراري تيقول لك طول الفيديو شي واحد تيقول لك لا ما طولش الفيديو خليه قصير كل واحد شي تيقول واخوتي ما عرفناش حتى انايا عتيلي ماشي من العاكزين كندخل كنبقى نلعب تلقى راسي ذات ساعه وات شنو وقع للدار ديالي كفايه بقى مشكلة هادي مول الدار اخوتي خوالي الدار ديالي ما خلصتش فكره الله يلا اخوالي امباير للصرف الصحي معاك ايدي ايوه اهلا انا بحاول اتعاقب بعض الحاجات اللي اتاخدت من غير قصد من صندوق الزباله اللي بره رقم مقلب الزباله استنى ستة اربعة اربعة سبعة ستة دفتري 33 العربية خلصت شغل لو حاجتك ضايعة يبقى مفيش حظ لحظة ارجوك ده امر مهم ممكن اعرف على الاقل المقطوره فين سيبني اشوف كده تمام شكلها المفروض تبقى في جراج البلديه باوريو جراند تمام شكرا ايدي جراج البلديه تقاطع باوريو جراند مش مشكله اوكي اخوتي امشي دابا نجيبوا داك الشنطه ديالي حقاش مول الدار خوالي الدار ديالي ولا حليا كل حاجه السيكان ديالي لحليا حوايجي كاملين اللي نحتاج الموضوع كله. مش صعب ان الاقي فلاشه صغيره وسط 30 طن عربيه زباله كان كيقلب على يو اس بي عنده فيها شي حاجه مهمه ابحث قديمه قوي على الفلاشه كل حاجه اشتغلت عليها من ثانوي سنين هذه وهي عنده داك الكات ميموار جمع فيها اخوتي الخدمه ديالو كامله وما خصهاش تضيع ليه داك الشيء علاش غنمشيو نجيبوها دابا ان شاء الله
احنا وصلنا تقريبا. اوكي احنا وصلنا. حلو الباب. اكيد مقفوله، مش هنسيب الناس تسرق مخلفات. مسخوط بطريقه ثانيه. يقول لك بسدود، يقول لك ما يخليوش الناس تشفر المخلفات. كيفاش فين ندوزو؟ هيا كيفاش الطريق من ندوزو؟ واعي بالله. اها خصنا نوصلو لهاد البلاصة هادي. اه كي كاين طريق هنايا، يمكن بات لي شي حاجة. افتكر انه ما يعتبرش اقتحام لو ما كسرتش حاجة صح؟ لا داكشي اللي كاين غير هادي هرسها. اوكي و دغيا داكشي سبايدر مان. مفيش دعات خض، يمكن لسه ما رموش الزباله. نشوف قلبو هنايا ولا حاجه. كاين شي حاجه دلوقتي اتخض. امباير للصرف الصحي معاك ايدي. معلش هو مفيش احتمال ان العربيه ما كانتش في الجراج؟ اكيد تقريبا، ده معناه انها في مكان في غرب الحي الصيني. هاي هروح دلوقتي. بص ده احتمال ضعيف، بس ساعات الشباب بيشتروا بيتزا قبل ما يوصلوا. فعلا هدور في محلات البيتزا. تعرف انهي محل؟ متهيالي انه محل صغير. جيري؟ لا ده في الشمال. قصدي جيري الاصلي. اوه صح، لا بيبدا بالال تقريبا. لاري؟ لاري في الناحيه الشرقيه. ليو. ليو ممكن يكون ده فعلا. يا بحب محل ليو. هجيب لك فطيره تستاهلها. مش مشكله، اتمنى تلاقي اللي بتدور عليه. لازم يكون في شاحنات قريبه. هو قلبه. لا حاجتي مش هنا. مش هنا اكيد، في شاحنه تانية موجوده هنا. هاي سبايدي. هي استنى انت بتحبها. مشكله مفيش اثر لحاجتي، بس ايه الريحه الجميله دي. الريحه الجميله دي انت املي الوحيد. انت ما لقيتهاش هناك برضو؟ متاكد انها كانت هنا. طب يمكن يكونوا غيروا طريقهم علشان اجتماع أوزبورن اللي جاي. لو كانت عربية النقل في طريق 35 يبقى المفروض يقفوا عند المحرقة دلوقتي. المحرقة؟ ويلي كوبري منهاتن، الأحسن تتحرك بسرعة. يحمقونا صاحبي، لك أطمئن مرة بدنا نقلبوا علينا. مش تضمو الضر هذا، لا ما نقولك شو ندير لي أخوش. عم تشاوريز لي حويش. ويلي بالليل أخوتي واحد الحياة خورة. علاش لبست لبسه بيضاء خوتي بي انايا؟ لاخاطش جات مع الليل كتبان، هادي ما كيبانش للاخر. نعطيكم غير فرق دقيقة، ندير نعطيكم غير فرق باش نجربو شوية هاد اللبسة هادي فينا. هي هادي كلها بيضاء، شو كتبان؟ هي دي ويلي المحرقة. ويلي. اتمنى ما كنتش تأخرت. اوه واضح ان في متاعب. أيوة. يلا موت لامك. متخافش أخوي، وش حابسينك؟ متخافش أخوي. كويس. أيوة شكرا. العصابة دي كانت رعبة المنطقة كلها بقالهم يومين، هتقابل كتير منهم في طريقك. هبقى خلي بالي. هتمانع إني أدور على متعلقاتي الشخصية؟ طبعا اتفضل، لازم اكتب تقرير بخصوص الحادثة. في حاجة هناك، لازم ابعد الشنط دي عن الطريق. طيب شوية اظن هي دي. اوه قتل الاخر ديالي. اوه هلاقيها قتل الشاكوش ديالي. يا ريت تكون شغالة. جوج خدامة؟ شكل كل حاجة موجودة. اوكي نايس. بص نموذج قديم لجهاز، شكله هايل قوي. ليه عمري ما كملته؟ تفضل ان شاء الله نكمل. متهيألي ممكن اخليه يشتغل. اوكي. سويت ابجريدها.
ابغريدينا شادي. اوه لقيته. اوكي دير هكا سكيلز ابغريد شي حاجه. صافي سيبو ده الراجل اللي عامل فيها سبايدر مان. انا هو سبايدر مان جلد الدين ديمك. موته هاش جرب. عندي لهم هذا يلا. ها هيا هاش 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 جرب هاش. تمنيتكم. اش ندير لك دابا اخي ديالي؟ اش ندير لك؟ ندير لك بحالك كي ولد كارما. زيد شكون قال؟ انتم باقي حيين. مازال انت. هاكل امك. زيد شكون اخر؟ شكون صافي ساليتو؟ الليله دي مش ماشيه على الخطه خالص. يا ترى هنام فين؟ ما عرفناش فين الناس هنا. ويلي ويلي هو الف اصاحبي الف مترو. شي لبسه بيضا كتجي زوينه بالليل كتبان. اقنع ام جي ان ننام على كنبتها. هيا مشي عند الدري ديال باش عندها شي شي. لما نشوف. اهلا يا ام جي انا بيتر ممكن استنى عندك. رسمي قوي. ويلي 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 كي غادي ام جي. انا كنت معدي هنا وقلت سخيف وكيف يصيفت لها ميساج. اهلا ام جي احنا رجعنا نتكلم فقلت جايز كده انا بشحت منها. كنت طلب منك. وانا ليه مكبر الموضوع قوي؟ احنا اصحاب مش كده؟ الاصحاب بيناموا عند بعض طول الوقت. دي مش غريبة ولا حاجة. دي كنبة. كنبة ام جي. بفكر في ايه؟ What the fuck؟ وصلت اوكي؟ لسه جاي لي انذار شبكة. لسه معنا اخبار الخير؟ بوليس؟ واضح ان قصة ام جي انتشرت. اخونا اللي انقذني. كده لازم الاقي مكان تاني. شكلها كده مشغولة. هبط عندها صاحبي. تعمل لك صاحبي وكنت منك وهبطت عندها صاحبي. ريت هاري كان موجود كنت بيت عنده. علاش ما قدرتش تمشي عندها صاحبي؟ شو مالك؟ فين هي؟ ما كاينش هنايا. الو الو. حد كتب لي رسالة صوتية والرقم مش ظاهر. اهلا يا سبايدر. ايوه استكشي من مدة كبيرة وحاسبك. تعال العنوان ده امسكني لو هتقدر. افتكر اني عارف الصوت ده. وات؟ شو بعدا صونات عليا صفت لي ميساج اوديو قالت لي اجي عندي اكد العنوان هذه واجي عندي. عطني العنوان دابا خصني نمشي عندك. شكون هي دخيتي اخوتي في نظاركم؟ شكون دخيتي المجهوله اللي كتصون عليا بنيميرو بريفي ما بايتش قلت لي اجي عندي؟ شنو بغات مني؟ هذا يكون شي فخ زعما من مساخيط ديالنا. حرب العصابات ما بين الشياطين وفسك عماله بتزيد. الناس دي ما بتهزرش. هم عايزين فعلا يبدلوا فسك. الموضوع هيكون سيء كفايه. اتمنى ان الموضوع ما يسوقش اكتر. ما وصلتش. اهلا يا سبايدر بفكر فيك كتير الفتره الاخيره. وات؟ كنا حلوين مع بعض مش كده؟ مش كده خيتي يعني؟ هيقلي جي الوقت لبدايه الجنان. مش كده خيتي يعني؟ لا كات ما تقوليش انها بتعين اماكن عشان تسرقها عشان وعدتني انها هتبطل العادات دي. هي كانت بتدور على ايه؟ بتخرج كتير هنا. شو هل في اي حاجة غريبة؟ سنسور بدل الكاميرا ديالها كنحاول. عايزاني الاقي حاجة. لازم ادور كويس. كتزومي اوكي؟
زعما على هذا. هناك واحدة من اوكي صورتها بتحط في دول موسعات النطاق وتلقط كل اشارات الراديو القريبة. اوكي هقول ده اليوري عشان تلقطها. اوكي بلان بلان فريشيا أذكى من ان هي تقحم نفسها في مخاطر زي دي. شكلها محبطة لسبب ما. اشكد فيليشيا دي عاوتاني خيتي دي الله بنت سكيلز. شو سكيلز طبعا ما قيم حليت انا هادشي هذا. شو كاين شي لعيبات زوين هنايا. اوكي شوف السكيلز هادو حليت هادي بلا صافي مكاينش لي نزيد مازال صافي هادشي اللي كاين. كنا حلو لي ديجا شي لبسة جديدة عاوتاني. يا يوري لسه معاكي بدلة بلاك كات والمعدات في اوضة تخزين الادلة؟ متهيألي كده. ليه؟ هي رجعت؟ يمكن بس اتأكدي من الموضوع وقوليلي لو كانت معداتها لسه موجودة هناك. هعمل كده. خوتي باش ما تملوش مرة مرة كل مرة ندير لكم شي هيش شي لبسة أخرى. هاد اللبسة هادي باقي ما حلوهاش. اوكي هادي باقي ما حلوهاش. هادي تاهي زوينة في البيض ناضية. هادي زوينة هادي زوينة خوت. هاي مين اوكي الف صاحبي الف مترو. انت كنت معاد على عشاء الليلة. او صح انا اسف نسيت. مرة مرة بدل لكم اللبسات اخوت وخسرنا تمويل المعمل. او بيتر انا اسف. وتقريبا كده كمان اتطردت من شقتي. ايه انت عندك مكان تبات فيه النهاردة؟ في الحقيقة لا مش صحيح. انا بس خايف اسال هل في مكان في الملجأ؟ اكيد ممكن تنام على الكنبة في مكتبي. شكرا يا ماي. اوكي انا وصلت هنايا نبدل حويجاتي بالزربه هذه اللبسه ونلبسوا اللبسه العاديه ديالنا ومشيو الناس وكيبان ليا شويه هذا الملجأ هذا. اوكي انك تصحابي في الوجه كانت واش مدرسه ساعه وملجأ القبض على فيسك. انا لازم اخلي بالي من نفسي شويه. ضروري خصك ترجع اخويا خصنا نمشيو. احسن نطلع لفوق. اوكي سير سير جري 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 خي باركر يلا خي باركر يلا يلا باش ما نطولوش على الدراري يلا سير عفاط 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 خصنا نمشي ندوز من هنا الطريق هي. جري 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 شبه الزوينه الجيم. شوف شنو شنو نسبة التشرد صحيح بتقل بس لسه عالية. كويس ان صديقي فلاش تومسون بيحاول يصلح ده. بتعمل ايه في الوقت ده؟ يا ريت تكون كنبة ماي مريحة. اوه هنا في خسائر الناس. اوكي شوف خلينا نجسس شوية نشوف شنو كاين هنايا. وحشتني. صافي اوكي نمشيو نتكاو ونعسو خوتي راه عيينا بسم الله. اوكي اصبح الصباح. اوه فلوس جبتي لي دي خيتي عطيتهم. مش هقدر استحمل. تقدر وحتتحمل
سكينة. هدفع لك بعدين قريب. اطلب المساعدة المرة الجاية. اوه انت فيك شبه من بين قوي. لازم تسيب كبرياء باركر ده وتتقبل انك انسان زي باقي الناس. مارتن، انا اسف للازعاج، كنت عايز بس اقولك اني خرجت من المدينة. انت المسؤولة على مرجع. تقدر تعتمد عليا. انت هتغيب قد ايه؟ حقيقي مش عارف. هل كل حاجة تمام؟ دي شوية امور شخصية كنت بخطط لها من فترة، بس خلي بالك من المكان ده اخوتي، ده بيمثل افضل جزء من ادخونا الشينوي، وهذا كل كانت تحارب عام اليوم الشياطين تهم الشينويين. ماشي احسن. يقدر يكون هذا الرئيس ديالهم ولا كيخطط معاهم شي حاجه اخوتي. انا المهم احساس ديالي هذا والله. اتمنى يعني يكون مستر لي كويس. عرفتي علاش؟ باش عرفتها حتى في ذاك النهار ديال فاش عطيتو ذاك الماسك ديال الشياطين، قلت ليه زعما قرا عليه زعما شوفوا لي الاصل ديالو منين جاي وكذا. هذه قال لي حاول تنسى الموضوع، ما تهضرش على هذا الموضوع، هذا الشيء راه خطير بزاف ومتيني يقدر يتسبب لك في مشاكل وكذا. بحال خاف متيني داكشي. انا دابا عرفت باللي راه خونا. اهلا اهلا، شفت قصتي؟ شفتها اكيد. رابي سعيد قوي دلوقتي. ايوه القصه انتشرت بسرعه، وايه كمان العمده اوزبورن قال انه هيمنح الضابط ديفيز جايزه النهارده. واو ثواني، مش اجتماع حمله اوزبورن بعد انا فهمت بيعمل ايه. كلنا سعداء علشانه، بس برضو اكيد لحظه جميله بالنسبه للضابط ديفيز وعيلته. هبقى هناك اغطي القصه، تحب تيجي؟ اه طبعا، وهبقى اشوفك. اوكي هذا كيتقلب عليها الخيتي هذه، تبقى اللي لقاتو كتصوروا شي نهار تمشي للحبس. ايوا افاك خصني نخرج انا، ماشي ندخل. الله يعاونكم الله يعاونكم. رجعتو ملعب ديال السله، رجعتو ملجا. هيك يا ولد بتعمل ايه في وقت متاخر زي ده؟ وقت متاخر الصباح هذا الله ينعم جرب. اوكي انا كيبان ليا كيبان ليا عيقت، طولت بزاف الحلقه جبونس. نقدر المهم الله يجعل البركه ومتي باش يلا تابلود عاوتاني في يوتيوب نلوح لكم عاوتاني. هادشي اللي بان ليا اخوتي. اوكي اخوتي كيبان ليا كيبان ليا كيبان ليا نكتفي. مهم بالنسبه لي ناخد فلوس من ماي. اوكي لازم اروح للمدينه واحاول اردهم لها. اوكي اخوتي اخوتي كيبان لي هنايا نحبس اخوتي الفيديو. بركه عندنا نخليوها الحلقه الجايه ان شاء الله باش ما نطولوش بزاف عاوتاني، باش انا كيجي نسير في المونتاج ونسير في الابلود. يلا اخوتي شكرا لكم بزاف، مباركة باش ما نعيقوش. يلا اخوتي شكرا لكم بزاف، ما تنساوش اللايك والتعليقات ديالكم، كتبوا لي ان لبسة عجبتكم من تحت باش نحاول ندير عاوتاني نيوزيها مرة اخرى. وشكرا لكم بزاف، لايكي واللي باقي ما تسوبش يتسوبا. بيس لكم، نتلاقاو ان شاء الله في حلقة اخرى. يلا.